طبعا اليوم احنا سعيدين كثير في شراكتنا مع نادي الهلال. زي ما ذكرت هي شراكه اخذت قسط من الراحه مده سنه، كان مليان ورش عمل ويعني اجتماعات تهدف الى اعاده تقديم التعاونيه والهلال او الهلال والتعاونيه بشكل مختلف. اليوم احنا بعد ما لمسنا النجاح في الاتفاقيه الاولى أعدنا تقديم التعاونية بشركاتها التابعة اللي هي مينا وتري ليكون إطلاق هذه العلامات التجارية من بوابة ضخمة كبيرة لها قاعدة جماهيرية كبيرة مثل نادي الهلال. فاليوم احنا متفائلين جدا بعد ما نجحنا في شراكتنا السابقة وتحولت التعاونية أو استعاد التعاونية مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والهلال حقق العديد من البطولات. تزامنت هذه النجاحات، احنا نتفائل كثير في العلامة التجارية لنادي الهلال، ونتوقع إن شاء الله خلال الشراكة هذه أنه مو فقط التعاونية وشركاتها التابعة راح يحققون أيضا قصة نجاح جديدة من خلال هذه الشراكة ونطاقاتها. فأكيد بوابة الهلال بوابة مهمة يتابعها يعني فئات عمرية مختلفة، لكن أيضا الفئة العمرية هذه موجودة بشكل كبير في الرياضة، ليست فقط في كرة القدم إنما في الرياضات أيضا الأخرى. فهذه هذا النوع من الشراكات يتيح الفرصة لنا اليوم أن نحن نقدم هذه المنتجات بشكل مختلف مع شريك مختلف زي نادي الهلال، ونتفائل فيها يعني تفاؤل كبير أنه اليوم حتساعد في تحويل القاعدة الجماهيرية الكبيرة لنادي الهلال إلى عملاء في التعاونية وشركات متابعة.